اطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزة خلال نزوله الميداني على الترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ توجيهات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الخاصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف أراضي سكنية لعمال ومنتسبي صندوق النظافة والتحسين بحضرموت الساحل، والتعجيل في تجهيز وتأهيل مخططات الأراضي السكنية اللازمة وإنهاء إجراءات صرفها. وتضمن النزول الوقوف أمام المعوقات والصعوبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها من قبل هرم السلطة بالمحافظة مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وفي سياق متصل اطلع الوكيل بارزيق بمعية مرافقيه على التجهيزات الجارية لتحديد وتأهيل الموقع المحدد لإنشاء مبنى جديد لمقر الإدارة العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الواقع في من الجهة البحرية لمنطقة بن سينا، والترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتسليم موقع رسمي للصندوق ومباشرة الأعمال الهندسية والإنشائية فيه.